وهذا التشة مرقوقة لكن بالربيان. يا سلام السلام، وحمسة ربيان خرافية. مناسبة العيد الوطني سوينا لكم أحلى مرقوقة بالربيان. لكن في البداية علق سنارتك من شركة ربيان الطبيعي التابعة لشركة تنمية أسماك عمان، صيد لك الربيان الطبيعي المستزرع، ربيان طبيعي بدون أي إضافات. ربيانة مصالح راسها من الظهر تمقص وشل الخيط اللي هو الكرش من النص، وعلى الجدر طابوك الزبدة، بصل هبشة، ثوم وصلصل وفلفل، بهارات مشكلة وملح. فمحط الربيان اللي من شركة تنمية أسماك عمان، ربيان ذو جودة ومنتج محلي. خلط يا مخلط، ترى دام موسمها فلا تهملها. طبعا مطبوخة الربيان ما يبي طبخ وايد، 5 دقائق ومستوى. ثم صب لك كريمة الطبخ، طلومي هبشة حشيش بس ترى ما مسيبله. ثم حط الخبز، سل سيفك وادخل الحرب لأنه العيد الوطني، فالكل تساعد في مرقوقة الربيان. على صوب حط لك زبدة وثوم، ملح وبهارات مشكلة، رش تحشيش، ثم انزل بالربيان وخلط يا مخلط. ثم رش بالليمون. هذا التشة غوصني. بمناسبة العيد الوطني سوينا لكم أحلى مرقوقة لكن بالربيان، شكرا لشركة تنمية أسماك عمان. هذه عمان هذه الأمان.